المتعرف عليها بالكرم والنجا. الحقيقة يعني إمكانيات ما قدمته الجامعة الملكية المغربية للمنتخب المغربي إمكانيات هائلة جدا جدا، سواء إمكانيات مدربين أو إمكانيات مادية أو عاملين، شيء بشكل وأقولها لا يقارن بما يوجد لدينا في ليبيا، وخاصة إحنا في ظل تنظيم دولة الآن. يعني أنا بصدق حزين جدا بما يحدث. ما حدث أختي العزيزة بشرى لدي شعور خاص بأنه مقصود، وأنه عمل مدبر، وأنه عمل قد يكون للمساس السيد الرئيس أولا، ومساس المملكة المغربية كرياضة ككرة طائرة. الحقيقة أشعر بحزن شديد شديد لدرجة أني تمنيت أن لا أكون موجود بينكم حتى لا أرى ملامح الحزن على كل الوجوه. أنا آسف جدا لأن البعثات كلها ليست لكل، وبالنسبة لما قدمته الجامعة المغربية للمنتخب الليبي شيء يجب عليه القريب والبعيد من كرة ضيافة. يمكن أننا في فندق واحد نحن والمنتخب المغربي، نفس الأكل، نفس الشراب، نفس المواصلات، نفس الإقامة الطيبة. ماذا حدث؟ أتمنى لكم كل التوفيق.